كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا رب انتم عم تحضروا فيديو اليوم، ورجعت لكم فيديو جديد، بس فيديو عن جد هالمره غير شكل، يعني فيه هيك نوع من التحدي مع بنتي. بنتي بدها تعمل كوكيز تاخذ لرفقاتها، فاخذت ببالها فكره انه شو رايك تعملي انت ولا اعمل انا اطياب. فقلت لها لا، يعني خلص انت بتعملي وانا بعمل، ونشوف بنحكم مين انه اظرف، الكوكيز تبعها ولا الكوكيز تبعي. اكيد الكوكيز تبعي. اكيد اكيد. لا نشوف. هلا طارق بحب الكوكيز كثير واكلات الحلو، فهو لسانه كثير متذوق يعني، ف بيقلنا انو اطيب هي ولا هي، وانتو بتحكموا ساعتها اخر شيء يعني. بس في فكره للكوكيز للتحدي، تعالوا لورجيكم كيف. التحدي على الشكل الاتي، حيكون عندنا مواد اساسيه اللي هي الطحين والبيض والفانيليا والبيكنج بودر، هذول حيكونوا اساسيات بالتحدي. وانا عملت قرعه مشان التحدي، في ارقام، هاي ارقام بالمواد الثانيه اللي هي مو الاساسيه رح نختار منها ونكمل التحدي. يعني هسه تطلع لي انا رقم 4، عندي اصلا الطحين والبيض والفانيليا والكمون، هدول اساسيات، بختار 4 مواد من هون وبحطهم. انا حطيت هون إضافة. كل شيء ممكن نستخدمه للكوكي، ممكن مثلا نحط شو اسمه البندو، الكاكاو نعملها او ساده، بالشوكولا، بالجوز، بالتارتشن، يعني اي شيء نحن بنختاره وبنعمله، ونشوف اخر شيء مين حيربح. طارق انت اللي حتكون ذواقنا اليوم، هو اللي عم يصور اليوم، صورنا، فحنشوف هو حيختار اخر شيء، انا اطيب الكوكيز اللي عملتها انا ولا الكوكيز اللي عملتها هي. بس هلا بنتي هي شاطره بالكوكيز، هلا نشوف بقى. هلا حناخذ نحن كل واحد عدد لنشوف شو ما يطلع لنا. يا حظي يا حظي يا حظي يا حظي ننسي لك. اسحبي انت اول كمان نشوف قديش حيطلع العدد. 8 8 من الملزمة. محسن انت قديش؟ محسن انا ضيفة للطحين والبيض والفانيلا والبيكنج بودر، هدول الاساسيات. هلا بما انه طلع لي انا رقم 8، فمضطرة اني اختار 8 شغلات للكوكي اللي بدي اعملها. هعملها سادة. شو اسمها؟ كوكي ميستو. ميستو. انت شو اللي حتعمليها؟ تريبل. توعك انت بالكاكاو بالشوكولا. ايه انا بتجي بالمكسرات، فلهيك حاخذ ال شو بسموه؟ البندق وجوز. بينبق مع هون هالقرفة والهيل، ححط شوية هيل مو كتير يعني، والزبدة، هي 5 اشياء. ورح حط من هي الشوكولا، وبدي حط سكر لانه مو من الاساسيات السكر، وإذا عدست الحليب أكيد لأنه هي حاعتاز لها حليب، يعني شوية حليب حضيف لحليب. وإنتي شو حتختاري؟ هاي مشان الكوكي تريبل محتاجة الكاكاو أكيد. إيه؟ مشان اللون والشوكولا. هلا أنا اخترت البيتزار هي التريبل، في 3 أنواع شوكولا لازم تكون موجودة بقلبها، الشوكولا البيضة، الشوكولا هي البيتزار السودا اللي بيسموها. إيه فينك تحطي من هي الشوكولا، هي فيها حليب لأن الشوكولا. وهي فيها حليب وفي ناقصة هي الشوكولا البيضة. هي فينك تحطي اذا بدك بندق وداري البيضة؟ لا ما بدي. لا هي معناتها هيك 3، الدامنة شوكولاتة والبيتاش. وشو حتختاري كمان؟ السكر اكيد حتختاري. سكر. ايه والزبدة. سكر وزبدة وهدول صاروا 5. الحليب. تمام؟ الحليب بدنا صحن. اعطيني صحن هون. ايه حطي هون. حاحط اول شيء السكر. حطيت بس بيضة واحدة. حاعمل نحن الكمية كلها، حنعمل كمية يعني قسمت يعني قسمت اللوازم تبعها بالنص، يعني ما عملت الكاسات طحينة لحالي، هي 3 لحالهم. حاعمل انا كاسة ونص هون وكاسة ونص، وكل كاسة ونص طحين بدها بيضة واحدة مو بيان، او صفار بيضتين. صح؟ اختيارية هي، ممكن صفار بيض، ممكن انا بحطها بيضة كاملة بالعادة. احط نص كاسة سكر او كاسة شاي سكر، هيك هيك نص كاسة 50 جرام يعني بتطلع هي. هي الأكلة كثير طيبة. أنا رح بلش بالطحين. أنا رح بلش بالطحين. حطيت كاسة من الطحين. ليه عم تحط طحين؟ ببلش بالطحين.
بعدين بذوب السكر بالزبده. انا حطيت الزبده والمكونات كلها، واخر شيء بحط الطحين، كل واحد وطريقته. نشوف اخر شيء من حيطلع اطيب. انت الحكا. هلا حطيت الكاكاو كمان، انا ضفت الكاكاو. شكلة تبعي اطيب. انت بتحبي تبع الشوكولا ولا السادة؟ شوكولا. تبعك ما تزور؟ ايه لا، حطي نصه، لانه نحن قاسمين اصلا كمية يعني تبعها. وشكلها هيك كله الفانيليا ان شاء الله. الشوكولا والمكسرات هيك، يعني نص كاسه من هدول ونص كاسه من هدول مع بعضهم. هلا المكسرات حكسرهم شوي، هن من الجوز لانه هيك قطع كبيره، فحاضربهم شوي وبعدين اضيفهم. هلا رح نحط السكر فوق الزبده، انا رح ذوب ذوق مع الزبده السكر. بهي ذوق ما بيأثر. لازم اصول التحدي لحالك تعرفي، انا ما اقول لك شو تعملي. ايوه كل واحد طريقته. شويه مساعدات هذول ما بيأثر. ايه عشان تكون اذا ربحتي تكوني ربحتي هيك بتعبي بتعبك. هذول شغلات بسيطه هي. يلا امرنا لله، من نستخدم السكينه احسن ما اطلع. هلا محضره الطعام عشان كم قطعه هذا بدو ما ايه بصير هن اصلا طيبه تكون هيك قطعه كبيره. يو هاتوا لشوف انتو شو بتعملوا بالكوكيز، شو هيك طرق الكوكيز اللي بتعملوها. اكتبوا لنا وصفات، بنحب يعني هيك الكوكيز وقت المناسبات، وقت بيروحوا مثلا عند رفقاتهم او بالمدرسه، فبنعمل كوكيز كثير يعني لهم مرا اولادي بهي القصه، فاعطوني هيك افكار وشغلات بتعملوها. هلا هدول الكوكيز نحن عم نعملهم، بيعملوهم بستاربكس بالعاده، بيقدموهم بستاربكس، فلهيك حافظينه. وبنتي ما شاء الله حافظه كل شيء بستاربكس. ما يوميا هيك لانه مجبورين مشان الدراسه مشان القهوة. بحط هون قطعت البندق والجوز، وحط شوية هيل، أنا بحب هيك طعمة الهيل، والتارتشن اللي هي القرفة المطحونة. حط هيك معلقتين وهي التالتة، بتبقى لهم هي النكهة. خلصهم، بدي أضيف بقى كاسة ونص طحين عليهم، وظرف أو نص ظرف، نص يعني معلقة واحدة من ال شو بسموها؟ كربونات صوديوم او بيكون باكينج باودر. هلا رح ضيف الدامج شوكولاتة، هي عندي افضل قسم هذا الشوكولا. حتحطي لي الشوكولا هذيك البتاع قطعيه هيك شوي منها بال رح قطع ورح ذوبها وحطها معه مشان تطلع طعمتها اطيب جوا. المعلومه اذا طلعت شو اسمها هي الكوكيز شوي ناشفة ما عم تتكتل معكم، يعني ما عم تتكت تصير دوائق، فيكم تحطوا شوية حليب، يعني معلقة حليب للخليط وتصير هيك طري. إذا لقيتون ما عم تتشكل كدائرة، بس أما إذا كان القوام تمام ما في داعي له، حليب أو ممكن مي، يعني معلقة هيك معلقة وحدة بس مشان يتشكلوا. أنا اخترت إني أطلع الشوكولاتة أطية مشان تطلع كاملة بقلبها صح؟ ايه اطيب، بتسيخ بقلبها يعني تطلع طيبة، أحسن ما تحطيها سايخة جاهزة. السايخة بس بتكون طعمة البيتار بقلبها أقوى. هي بتطلع شو بتطلع؟ قطعة بقلبها يعني. واللي بحب مثل ما قلت لكم إنه يحط الشوكولا البيضة. هيكي خلصنا سوا. أنا ما بحب الشوكولا البيضة. أنا خالصين. شايفين هذا القوام اللي بيكون فيه هاي النوع من الكوكيز. يعني ناخذ هيك طابه ونحطها مثل ما هي بالصينيه تبع الفرن على حراره فرن 200. هتعمليهم كبار ولا صغار؟ كبار شوي يعني وسط، يعني
هلا حميت الفرن، صار لي تقريبا ربع ساعه شغلته وحاطه على درجه حراره يعني 200 او اقل شوي افضل، وبس من تحت يعني مو من تحت ومن فوق مشان هيك نحافظ على المكسرات اللي بقلبها. انا عاملتها قياسها هيك كمان مو كثير كبيره، بس لازم تحطوها بالصينيه تبعدوهم عن بعض لانه هلا بيفرشوا اكثر على الشوي، وما بنسمكها كثير يعني مشان هيك لا سميكه ولا رقيقه، كمان لانه الرقيقه بتطلع يابسه، اما هيك بتطلع قلبها طري مثل الكيك، عرفتوا علي؟ يا عيني الريحة لحالها غرام، ريحة الهيل والقرفة والمكسرات والكاكاو. سيلا شو الريحة؟ هلا هي بدها تاخذ بين 10 و15 دقيقة مو أكثر، حسب كل واحد وفرنه يعني. حسيت من تحت الأفضل إنه مشان يبقى الكوام تبع شو بسموه أصلك؟ طرية بالقلبة يعني 12 دقيقة تقريبا. ايه هو ما احنا ما بتتحمر هي بس هيك يعني تستوي. انا بحبها كثير مستوية هيك محمرة، بحبها تكون مستوية من فوق ما بنشغله بس من تحت 10 12 دقيقة 15 كثير حسب الفرن بتكون جاهزة. انتوا بتقعدكم من هيك تشيكوا على الفرن استوى ولا لا؟ بتحمسي مين لطيب؟ نشوف طارق جهزي حالك. تمام انت الحكم، هي ولا انا؟ انا ولا رفيقتك كمان بتحكم؟ بنشوف انه مين الاطيب. اكيد تبع ان شاء الله. شو هلا هيك صاروا تمام؟ خلصوا من الفرن تركناهم شوي يبردوا عشان نحسن يعني نقطعهم بالنص، وهي اللي تبع الشوكولا. هي عملت لك كمان فنجان قهوه او نسكافيه مثل اللي بتحبها معها عشان تحكم بقى انو اطيب. استنى اقطع لك اياها. هلا هي تبع ماما شوي. من برا بتجي قاسية شوي يعني، ومن جوا هيك طرية من المكسرات والهي، وهي تبع الكاكاو كمان نفس الشيء، من برا بتجي مقرمشة ومن جوا طرية. يلا دوق نشوف، اعطينا رأيك. شو رأيك؟ هلا مبدئيا بهي اذا ما بيحب الكاكاو كثير ما حتعجبه كثير. اكيد طعمه في سكر زياده. سكر زياده يمكن لانه شوكولا كثير، فلازم كنت تنقصي شوي من عيار السكر. تبع ماما طيبه؟ ايه. شرب معها قهوه عشان تحس حالك قاعد بستاربكس وعم تاكلها. عطينا التقييم نشوف. هات لنشوف مين تبعه اطيب. مو تاكل القطع كله وبعدين انت هذا عم نستناك. هات لي شو التقييم. حياكل ويشبع. تبع ماما اطيب. هات الصراحة معلش انا ما بزعل، اذا تبع بيان اطيب ما بزعل. اذا تبع ماما عطينا تقييم مو اطيب ولا احسن. التقييم تبع ماما مثلا من عشرة. نحن عم نعمل لك مقيم عنا لانك بتحب الحلو فلك مذاق بالحلو، فهات لنشوف. تبعي من 10 كم من 10؟ تبع ماما كم من 10؟ هي طيبة اللي بحبوا السكر 8 من 10. هي مع القهوة هيك الصبح كثير طيبة. دلعة ولا حلوة ولا شلون؟ وسط. مي حلوة يعني؟ لا. قليل؟ وسط يعني. منيح يعني انبسط تسحب ان شاء الله يعني تبعك كذا عندهم بس طيبة يعني تبع ال طيبة حسب اللي بيحب الكاكاو والشوكولا او لا صح؟ وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، وهيك خلص التحدي والتقييم اللي قيمه طارق على هو شو اللي بيحبوا الكاكاو او السادة يعني، بس هن نسبيا تنتين طيبين. اذا حابين مثل هيك نوع من الفيديوهات اكتبوا لي تحت بالتعليقات واقترحوا علي هيك فيديوهات. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، واذا حبيتوا تشوفونا مره ثانيه كتبوا لنا التعليقات. لايكات كثيره. يلا سلام.